ويقول حفظك الله إنه قد أشكل عليه ما ورد أفلح وأبيه إن صدق. هذا في أول الأمر ثم نسخ هذا يا أخي، هذا نسخ، هذا كان في أول الأمر كانوا يحلفون بآبائهم ثم نسخ بعد ذلك بالأحاديث الصريحة في المنع من ذلك، لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله. نعم.